This list in Arabic says we are in an operation. مرت أسابيع على قضية الرأي العام التي أثارها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هارغاري حول استخدام حماس لخمسة مشافي كقواعد عسكرية. على رأسها مشفى الشفاء، فحضر الكلام وغاب الدليل. نملك الأدلة الملموسة على أن حماس فعلت هذا لقصفنا. كلام لم يتجاوز مرحلة حبر على ورق، أو تجاوز هذا لكن دون فائدة. بعدما قدمت إسرائيل سلسلة صور ومقاطع فيديو قالت إنها لنقاط تحت المشفى وعلى أطرافه، لكنها لم تكن مقنعة حتى لإعلام الحليف الأمريكي الذي أظهر تحليل لإحدى صحفه وهي واشنطن بوست أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل لم ترقى إلى مستوى دليل فعلي على الاتهامات، مستخدمة في هذا صور الأقمار الصناعية، حيث خلص التحليل إلى أن الصور والبيانات للغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل لم تظهر أي دليل على الاستخدام العسكري لهذه المستشفيات. ناهيك عن انعدام أي برهان حقيقي على أنه يمكن الوصول إلى هذه الأنفاق من داخل أجنحة أي مشفى. فهل تنجح إسرائيل بتقديم الأدلة بعد الآن؟ وهي التي فشل جنودها في التمييز بين أسماء عناصر الفصائل الفلسطينية وبين أسماء أيام الأسبوع.